اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامجكم نهج البلاغة، ما زلنا في عهد الإمام علي صلوات الله عليه إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر. يقول الإمام بأبي وأمي لمالك: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة، وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه، واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا. في هذه الكلمات الإمام صلوات الله عليه يبين لعامله مالك الأشتر أنه لا تجعل المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. لماذا؟ لأنه المحسنين ينفرون عن عمل الإحسان، يقولون نحن متساوين مع المسيئين فعلام الإحسان، كذلك المسيئين يقولون احنا سمعتنا طيبة فعلام نعمل الإحسان، ويظلون على إساءتهم. شوف الناس: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، لا تخليهم متساوين. إذا خليتهم متساوين الإمام يقول فإن في ذلك تزهيدا، يعني تنفيرا، لأهل الإحسان في الإحسان لا يعملون الإحسان بعد، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة، وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه. المحسن ألزم نفسه الإحسان فجازه فأعطه فثبه، المسيء ألزم نفسه الإساءة فعاقبه فازجره فأدبه. وعندنا أيضا موجود في نهج البلاغة: أزجر المسيء بثواب المحسن. أنت المسيء شلون تخليه ينقلع عن الإساءة لما تجاز المحسن، لما تثيب المحسن؟ هذا خلي نقول بتعبيرنا الدارج يقوم يغار من المحسن فينقلع عن الإساءة، حتى أيضا يعطى، حتى أيضا يكافئ، حتى أيضا يدارى. أزجر المسيء بثواب المحسن. فالإمام يقول للمالك: لا تخلي المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء. وللأسف تشوف في معظم البلدان الإسلامية مو بس متساوين المحسن والمسيء، لا، بل يفضلون المسيء على المحسن. وعدنا أيضا في نهج البلاغة: يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماحل. بعدين أبين هذه العبائر إن شاء الله إذا وفقنا في حلقة خاصة. لا يقرب فيه إلا الماحل
ولا يضرف فيه إلا الفاجر ولا يضعف فيه إلا المنصف. أسألك بالله الآن، هذا زماننا، مو الذي يقرب للي عندهم قرار في بلدان المسلمين، منه الماحل والفاجر وغير المنصف، بينما الإمام صلوات الله عليه يقول للعامل ماله لا يستوون عندك المحسن والمسيء، لا تخليهم بمنزلة سواء. طيب الإمام من بعد ذلك يقول لمالك: واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته، واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم. شنو يعني؟ أفضل الأشياء اللي تخلي الطرفين، يعني تخلي الوالي يحب رعيته والرعية تحب الوالي، أفضل الأشياء هو الإحسان إلى الرعية من قبل الوالي. الوالي إذا أحب رعيته قطعا الرعية لح تحبه، لأنه يحسن لهم، يداريهم، يقضي حوائجهم. فالإمام سلام الله عليه يقول لمالك: لا يوجد شيء أكثر طلب ودعوة من حسن الوالي تجاه رعيته، إذا كفل مؤوناتهم، إذا قضى حوائجهم. يقول له هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرها الإمام صلوات الله عليه، شوف الإحسان إلى الرعية، الأمر الثاني شنو؟ الأمر الثاني وتخفيفه المؤونات عليهم، كوني خفف عليهم المؤونات، ما يحملهم ما لا يطيقون، وترك استكراهه إياهم، يعني وترك إكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم. يعني يا مالك لا تحمل رعيتك أكثر من طاقتهم، لا هذا الدزة يومية صخرة، لا يومية مسوي لك مشكلة مع أحد مجاور إلى بلدك وتعالوا روحوا، لا تحملهم ضرائب كثيرة، لا تحملهم ما لا يطيقون. إذا أنت ما حملتهم ما لا يطيقون، مو أكو بعض الولاة عندهم الحضور مال الرعية في صلاة اللي صلوها واجبة، كون تجون تصلون خلفي، على شنو يعني؟ لماذا؟ تركه. وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، لا تحملهم فوق طاقتهم. الإمام صلوات الله عليه يقول للمالك: إذا أحسنت إلى رعيتك، وإذا خففت المؤونة على رعيتك، وإذا تترك إكراههم على الأشياء اللي ما يطيقوها، هذه دواعي لحب الرعية لك، الرعية تقوم تحبك. فاصل قصير وللحديث تتمة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. الخلاصة، الإمام يقول المالك: احسن الظن بالذي حسن البلاء مالتك عنده، بالذي يعمل عملا جيدا، سيء الظن بالذي يخفق في عمله. يعني خلي يكون الميزان مال حسن الظن وإساءة الظن لا بنقد الناقد ولا بإطراء المطري. يعني أنت مو تحسن الظن بواحد لأنه مدحك،
ولا تسيء الظن بواحد لأنه انتقدك. من بعد ذلك الإمام يقول لمالك: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. يقول له يا مالك، توجد سنن عملوا بها صدور هذه الأمة. من هم؟ هم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام والصحابة الأجلاء منهم. عملوا سنن، عملوا سنن. الإمام يقول للمالك: لا تنقض تلك السنن اللي عملوا بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة. الناس ألفوها وصلحت عليها الرعية. أضرب لك مثل، مثل يا مالك أنت بنفسك أخرج لصلاة الجماعة، لا تخلي أحد يستنيب عنك ويصلي في الناس. ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية. ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن. لا تجيب سنن، لا تبتدع سنن، لا تخلي سنن جديدة، لأنه إذا جبت سنن جديدة لحتخلي الناس تترك السنن الجيدة والمعمول بها والمنصوص عليها وتلتهي بالسنن الجديدة المبتدعة. الإمام يقول لعامله: ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها، أي لمن سن السنن القديمة وعمل بها، والوزر عليك بما نقضت منها، يكون الوزر عليك لأنك أنت الذي كنت سببا بنقض تلك السنن القديمة المنصوص عليها، وأنت جايب سنن مبتدعة يعمل بها الناس. خلي أضرب لك مثل، الإمام علي عليه السلام لما ذهب إلى قتال أهل الجمل في البصرة، فد واحد شاف صلاة الإمام علي صلوات الله عليه فقال: ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لعد شقد مختلفة الصلاة، لعد شقد مختلفة العبادات. ولا ليش يقول ذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عموما من بعد ذلك الإمام يقول لمالك: وأكثر من مدارسة العلماء. اقعد دارس العلماء، جالس العلماء، ومنافسة الحكماء. المنافسة شنو؟ يعني محادثتهم. ليش؟ شنو السبب؟ ليش الإمام صلوات الله عليه يأمر العامل مالته مالك الأشتر على أن يقعد يم العلماء، يتبادل وياهم الكلمات، يستفيد منهم، يتعلم منهم، ويقول له أيضا نافث الحكماء، حادثهم، استفيد منهم. ليش؟ لأن لهم خبرة ولهم تجربة، ويعلمون الوالي كيف صلحت البلاد من قبلك أنت أيها الوالي، يعني ماذا فعل الوالي الذي قبلك وحدث صلاحا،
وماذا فعل الوالي الذي قبلك وحدث فسادا حتى يشتنب هذا الوالي المجالس للعلماء والمنافث للحكماء. شوف ارجع وياي إلى النص، وأكثر مدارسة العلماء ومنافسة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك. كيف صلحت البلاد؟ العلماء يعلموك شلون صلحت البلاد هذه في زمن فلان من الحاكمين، وإقامة ما استقام به الناس قبلك. كيف استقام الناس قبلك بسبب الملوك والسلاطين؟ ماذا كان يفعل الحاكم الذي كان قبلك؟ ماذا كان يعطي لشعبه؟ ماذا كان لم يحملهم المشاق؟ فتتعلم من العلماء والحكماء حتى تنصلح بلادك وعبادك، وإلا غير هذا فالعباد والبلاد تفترش الأرض وتلتحف السماء كما هو الموجود في معظم بلدان المسلمين للأسف. تفضل شوف معظم بلدان المسلمين بسبب عدم مدارستهم العلماء ومنافستهم الحكماء تشوف بلدانهم وتشوف العباد يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ولم يسمعوا قولا فيه رضا لله تعالى. بالعكس أكو بعض الحكام في بلدان المسلمين يأتون بما يسمون بأنهم علماء، فيأتون هؤلاء عند الملوك وعند الحكام يزينون أفعال الحاكم، يزينون أخطاء الحاكم، يستنجحون أخطاء الحكام. ماذا تقولون لله تعالى وأنت تستنجح خطأ غيرك؟ هؤلاء يصفهم الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة قائلا يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، وأعتزل البدع وبينها اضطجع. نعم هكذا يفعل في معظم بلدان المسلمين. على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم نهج البلاغة.